الشعب كله يشارك في صناعة الحياة. هذا يعني حلو هذا العبارة. حزب أم الشهيد، بس إذا حجيت سبحي لي، حزب أم الشهيد في ردة فعل لنسائنا العراقيات البطلات. وبهاي المناسبة احنا نعرف موضوع الجيوش الإلكترونية القذرة والمال القذر الذي ينفق عليها والقذرين الذين يقفون وراء الجيوش الإلكترونية. اكو رسالة مدام انا مع اخواتنا العراقيات الابطال للي حشدوا لامرأة ان تنشر مقطع بالتواصل الاجتماعي تنتقص فيه من المرأة العراقية، وهذه محاولات رخيصة من قبل مدفوعة الثمن، لأنه المرأة العراقية كانت رمحا عراقيا في هذه التظاهرات وقدمت، وهذه الدليل على هذا. هذه خيمة العلوية أم محمد. أنت حجية محمد، الله يسعدك شوية. شلون صحتك؟ الحمد لله بخير. شنو هاي خيمتك؟ شنو الفكرة؟ تفضل تعال تعال محمد تعال. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون الشباب؟ تعال تعال أخوي محمد نقعد أنا وياك هنا. لا لا بيقع بيقع. اي انت قاعد على الكرسي انا خليك قاعد هنا. اي تفضل يا شلونك امه؟ الحمد لله. هاي اليت وانا اسولف وياك. تفضل احكي لي محمد، شنو هاي الخيمه؟ شلون فكرتها؟ هاي خيمه المحبه والتآلف، وان شاء الله خيمه الخير لكل اولاد العراقيين، واني ام هاي الاولاد كلهم. بارك الله فيك. بنيت هاي الخيمه، هاي ثالث خيمه، كنت بانيتها بحديقه الامه، بعدين شفت الوضع هناك دقل، قلت خلنا نتقدم. دائما ندور الشيء يعني الصعب مثل ما يقول العراقيات، يعني لانه تقريبا المنطقه اكثر سخونه من المناطق بها مواجهات. والله عافيه عليك ام محمد. انا وبناتي وولدي، ولدي يعني اليوم ما جايين لان الوالد مريض، وذني بناتي ثلاثه ولدي. تعال عمو تعال اقعد هنا. تعال تعال بابا تعال 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 عمو تعال اقعد هنا يمي هنا وحده هنا وحده. تعالوا هنا. ست غفران مدرسة انجليزية. وين غفران؟ تعالي عمو سؤال في لي ام محمد. هذه الفكرة من وين اجتك انت تسوين خيمة انت والبنات ومحمد؟ تعالي عمو هنا تعالي. والله بادي الامر. هاي قربية على شيء. 25 واحد. بناتي طلع المظاهرة. قلت انا ما اطلع لان انا مرة كبيرة بالسن، ما اقدر اركض ولا اقدر اسوي، يعني احكي لك اياها الصحيح. بعدين من قعدت بنتي قالت ماما مو عيب، هاي ثورة ضد الفساد، وانت شلون علوية وتقلدين الإمام الحسين، لأن الحسين طلع ضد الفساد. يعفي كلتها سايبتي أصغر من عندك. لا بس أمنية. أي أماني. أي قلت يعني هساني بنتي صغيرة تعلمني؟ والله عيب. قمت الحيل، جيت أول يوم بساحة التحرير لقيت موكب، ماكو مواكب، ثلاث مواكب، أنا الموكب الثالث. أي قلت هساني شنو قاعدة بالبيت؟ والله جيت أول يوم بديت بالخبز بالبيت، يعني خبز البيت. بعدين جبنا التنور وقمنا نخبز بالساحة. نصبت خيمة، صارت الخيمة الثالثة بساحة التحرير. من ذاك اليوم هذا اليوم إن شاء الله خير بخير. نجي من الصبح لحد المغرب ونعوف أولادنا يباتون. أبو علي هم يجي هنا؟ أبو علي مريض عنده فشل كلوي، ده يغسل. يعني نجي منا نروح للمستوصف. يا ساعة تقول هنا؟ نبقى لحد صلاة المغرب، نصلي ونطلع. نهيئ. شو تقدمون أنتم خدمات هنا؟ كل اللي يخطر على بالك. والعراقيين اهل كرم والله والنعم. اي يعني شفتي انا نفس هاي الصوره بحديقه الامه التقيت هاي بنتي اللي رسمت هاي الصوره اللي بالباب مال حزب ام الشهيد. اي حزب ام الشهيد. انطيني انطيني خلي هاج عمو خلي اتعرف عليك. اماني. اي بابا احكي لي انت، يعني انت اللي فزعت الوالده، وهذا تمام لانه احنا المرأة العراقية نعرفها. صح. ونعرف شي يمها. انت حزمتيها انه تجي بالتظاهرات؟ ايه شفتها شو متغادلة. قربي هذا حتى. شفتها متغادلة يعني تقول ماكو نسوان، ماكو يعني شلون قال قبل انه ماكو مرة تطلع وشي. فقلت لها ما يصير، لان الامام الحسين طلع ضد الفساد واخذ كل النسوان وياه. المفروض احنا نطلع انسان لاخواتنا كلهم هذولا طبعا، لازم انسانتهم. شاركت. شاركنا. وجينا. انت شنو شغلك بابا؟ اسعاف يعني. قربي اسعافات. اول ما اجيت طبعا خواتي كنت خايفه الصراحه، كنت كلش خايفه، ما شايفه اول مره اطلع هيجي. فشفت خواتي يعني يركضون على الدخان يطفون ولد زين، فشفتهم هيجي يعني شجعت وياهم عادي. اخذت مدرسه؟ لا انا طالبه كليه. يا كليه؟ اداره واقتصاد. يا سلام. هسه مرحله ثالثه. مرحله ثالثه. مرحله ثالثه. دوام ماكو؟
لا ماكو طبعا دوام. ماكو وطن ماكو دوام. ماكو دوام. زين انت؟ انا غفران. انا غفران. يا اهلا غفران. انا مدرسة انجليزي طبعا محاضرة بالمجان، هسه طلعت اوامرنا يعني اوامر التعيينات. حضورنا كان من يوم 25/10. الحمد لله حصلت شيء، بس طبعا ما حصلته بسهوله بعد تعب و13 مظاهره. ايه. يعني المظاهرات مو شيء يعني كثير علينا. يعني النتاج هاي من نتاج ثورتكم. الحمد لله من نتاج ثورتنا ومتابعتنا ومطالبتنا بالحق. خلي تكمل غفران وجهك. لا خلينا نقولها سلميه. اكيد هي سلميه. احنا طبعا تواجدنا كان من بدايه الثوره قبل الاهل وبدون علم الاهل، فقط الوالده تعرف. ايه. خليناها امام امر الواقع. جينا اول ايام انه بدنا نساعد، قالوا انه محتاجين اكل والشباب جوعانين يوم 25 يوم 26. تفاجئنا من اجينا اخذنا يعني الساعات الاولى احنا نوزع اللي جايبيه اللي جمعناه من مصروفنا، انا طبعا واختي المحاميه واماني، فوزعنا. بعد ما نخلص توزيع من اشوف اخوتي يوقعون، تعرف انه احنا عراقيين وهالغيره، حتى لو كنا بنات ما نتحمل، نسينا انوثتنا، نسينا انه احنا بنات، نسينا الحاجز اللي هم خلوه، نسينا اللي الحواجز والعواقب اللي خلوها بطريقنا كونك انت بنيه عراقيه. هسه لا بالعكس شجعنا طبعا من يوم 25 اللي هو تاريخ ولاده كل العراقيين الثوريين، شجعنا وقمنا انه نساعد ونقدم الاسعافات الاوليه كلش بسيطه، كانت بطل الخميره والبيبسي نقعد نسويها، وحتى قد ما اخذنا الحماس انه قمنا حتى نركض على الدخانيات انه نحاول نطفيها. هيك اللي هيك كان حماسنا. شجعنا الوالده طبعا بعد اماني لها تاثير على الوالده، شجعناها خليناها تيجي وتنصب خيمتها وموكبها وحتى تساعد، لان مثل ما احنا مواكبنا نقدمها بالزيارات الاربعينيه خدمه للزوار، لان يعني الزوار ليش يروح يزور لان صاحب عقيده، المتظاهر ايضا صاحب عقيده، المتظاهر السلمي، وان شاء الله كل اخوتنا الثوار هنا سلميين بهاي انتفاضتهم، ثبتوا انه هم اصحاب عقيده، اصحاب راي، اصحاب قرار. انا اريد اسالكم يعني، وانتم الان بنات شباب، اي هذا الف بنات وشباب، قبل يقول لك يابا الاختلاط بين المراه وبين الرجل وكذا، انتم الان بنياتنا وخواتنا بين آلاف الشباب، شلون حتى نسقط نظرية هؤلاء اللي أنا فعلا أسميهم المندسين وأعداء الحياة، شلون لقيتوا التعامل ويا أخوتكم هنا؟ تعاملنا كان انه من يوقع اخوك تجي انت، طبعا احنا لابسين كمامات لان تعرف الدخانيات شلون السموك كلش كان قوي، فانه تطفي تعالجه ما يعرفك انت منه ولا انا اعرفه منه، اعالجه ماكو اي شغلات اللي يبثوها هم المندسين، هم المندسين، اكو اعلام مندس يحاول يشوه هاي الصوره للانتفاضه اللي هي انتفاضه حق وانتفاضه ضد مبدا واصحاب عقيده كلهم اللي طلعوا، اللي جاي يستشهد ولا يقدم روحه ولا مخلي بباله فد فكره انه هو طالع دا يموت، يعني برايك انسان دا يحتضر، كل احنا كنا من يوم 25 لهذا اليوم كل احنا انسان دا نستعد للشهادة، شخص دا يستعد انه يودع هاي الدنيا كلها، فما معقولة انه انسان باخر ايامه وعلى فراش الموت، على طريق الموت هسه احنا، ممكن يفكر انه ها خلي اتحرش ببنية، ها خلي البنية تفكر انه لا بالعكس ماكو اي شيء، واعتقد انه الكاميرات رزقت. هذا الكبد والحرمان. ماكو اي كبد وماكو اي حرمان. سابقا طبعا. بينما الان لما المجتمع انفتح على بعضه صارت اكو علاقات انسانيه ناضجه. طبعا من منجزات ثوره اكتوبر، من منجزاتها هي اول منجز القضاء على الطائفيه اللي كل الدنيا ما قدرت تقضى عليه، هذا اول شيء. المنجز الثاني للثورات، ما اقول لك اني المعماري والاقتصادي وغيره وغيره، لا انا حسولف لك هسه عن المنجزات اللي صارت كلش قويه، القضاء على الطائفيه، يعني خلينا نقول تقريب المساواه بين المراه والذكر، وكل احنا اخوتنا وهم صاحبين شهامه واحنا ان شاء الله صاحبات غير على اخوتنا، احنا جايين مخلين هدف واحد الشهاده، او ان شاء الله نطلع بنتيجه ونحاول نغير ولو شيء بسيط بهاي الثوره. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عمركم طويل. معلاوي احنا ام محمد نشكرك جدا. بس انا احب كلمه اوجهها لاخواني المتظاهرين، عليكم ابو الفضل العباس خلوها سلميه ولا تحوروها، حد انا ما اريد اضر اي احد، حتى ابو الشغب ترى هم اخوكم وبطالع بباجي بامانه الله، خلوها سلميه. عافية عليك. ما اريدها تتحور لغير شيء. ام محمد باجبه واحنا باجب. ذني يعني بنات العراق وذولا رجال العراق، الصور اللي موجوده هنا يعني اكثر 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 من روعه، يعني ذني البنيات وامهن كسرا هذا الحاجز وكسرا هذا المنطق المتهالك والتسويق المتهالك في قضية صناعة الحياة.